السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار ضد انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، حيث قام المتظاهرون الغاضبون بقطع طرق مهمة وغلق تقاطع الزيتون في مدينة الناصرية بالإطارات المشتعلة. أعلن أيضا متظاهرو سوق الشيوخ في محافظة ذي قار اعتصاما مستمرا، وهددوا بالتصعيد في حال عدم إيجاد حلول جادة للأزمة. لنشاهد. يطالب ثوار سوق الشيوخ محافظ ذي قار ومدراء كهرباء ذي قار بتحسين واقع الكهرباء فورا، ونعلن ايضا اعتصامنا المستمر بسبب تردي اوضاع الكهرباء والخدمات الاخرى في القضاء، كونه قضاء منهوبا منكوبا لحين تحقيق مطالبنا. وان لم تتم الاستجابه لهذه المطالب ستكون لنا وقفات تصعيديه لا يحمد عقباها. ثوار سوق الشيوخ 8/8/2022. عاش العراق! عاش العراق! هيهات لله! هيهات لله! مشاهدينا الكرام، أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل مسن من محافظة البصرة يشكو الحال بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى نصف درجة الغليان بل أكثر في بعض المحافظات العراقية. لنشاهد. هذا هو مصير البصرة، يعني بهاي الحالة، بهاي الحالة احنا كهرباء تافه امبير من الامبيريه 4 امبير، ولكم خافوا الله، ولكم هاي البصره ميزانيتكم، ولكم هاي البصره شابعين ضيم، يوميا طيح الكهرباء، ماي مالح، كهرباء ماكو، فقر، عوز، حرمان، شو تريدوا تسوون بالعراق؟ الله ينتقم منكم، ولكم استحوا كافي، واحدكم كان حماد وبقال وصاحب بصيه، صرتم مليارديريه مو كافي ربقا بهذا الشعب. الله ينتقم منكم كابد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ننتقل مشاهدين الآن إلى مقطع آخر في نفس الموضوع، وللمرة الثالثة يشهد التيار الكهربائي في محافظات البصرة ميسان وذي قار انطفاء تاما وانقطاعا تاما، وتحديدا فجر اليوم بسبب انفجار الوحدة التوليدية الخامسة في محطة خور الزبير بمحافظة البصرة. خلونا نشوف. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من نبيل الصفار يقول: عندما تسيطر الأحزاب والميليشيات وتغيب الدولة وفي ظل التناحر السياسي الموجود، فإن هذه الأحداث غير مستغربة، ولازم نتوقع الأسوأ، لأن صراع السلطة على أشده هذه الأيام والثمن ما حد يدفع غير الشعب كالعادة. تعليق من آدم يقول: الله يكون بعونكم أهل البصرة على هالحر وعدم وجود الكهرباء. لدينا تعليق من عباس يقول: لا توجد صيانة دورية للمحطات، متوقفة منذ سنتين. وتعليق من حسان يقول: أكو شيء مو طبيعي بالموضوع، مستحيل نفس العارض يتكرر 3 مرات متتالية، لازم المحافظ يفتح تحقيق بنفسه. ترى يا حسان أين هي نتائج التحقيقات التي فتحت سابقا بقضايا مختلفة وليس فقط بقضية الكهرباء؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وتشاركون معنا لإبداء آرائكم بشأن المواضيع التي نطرحها أو بشأن ما لديكم من وجهات نظر. نبدأ باستقبال الاتصالات، ويانا عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، قبل الدخول بموضوع الكهرباء، تمر علينا اليوم ذكرى 8/8 هي نهاية الحرب العراقية الإيرانية، الحرب اللي راح ضحيتها أكثر من مليون يعني تقريبا بين طرفين من الإيرانيين والعراقيين، بسببها الرعونة خميني اللي جرح بأس السم بنهاية هذه الحرب. أنا من ذي صراحة يعني الإعلام العراقي اليوم مرع كأنما يعني يتذكر هذه الحرب وهذا الانتصار اللي حققه جيش العراق وشعب العراق. طبعا احنا بس نقاطعك بهالجزئية، موجود ويانا بالحلقة ان شاء الله اليوم، لكن احنا بدينا بالمواضيع الساخنة الموجودة على الشارع العراقي عموما. حتشوف حضرتك اثناء الحلقة وبقية المشاهدين الكرام انه احنا مجهزين لهذه الذكرى عمل انفوغرافيك من انتاج قسم التواصل الاجتماعي في القناة، وكذلك سنطرح موضوع الهاشتاج. تفضل يا سيد عبد الرزاق. نعم، فبهذه المناسبة أقول يعني الرحمة والخلود لشهداء العراق اللي رفعوا روسنا، والصراحة يعني نذكر بطولات الجيش العراقي اللي سطر أروع الملاحم بهذه الحرب اللي لكنت أعداء العراق دروسا، يعني صراحة ما ينسوها لليوم، والدليل على أنه ما ينسوها اللي جاي اليوم يسووه بالعراق من تفجيرات ومن تدمير للعراق، من ضمنها الكهرباء اللي احنا اليوم نعاني من عتر. الأستاذ محمد، الكهرباء انصرف عليها اكثر من 80 مليار. صحيح. 80 مليار هذه تبني دول، يعني مو تبني لك محطات، لا تبني دول، لكنه بسبب الاحجاب وبسبب الفساد وسوء الاداره اللي جاي يقود البلد هو هذا يدفع ثمنه المواطن العراقي البسيط. نعم. فهو التناحر بين الاحزاب والصراعات على المغانم والمكاتب اللي يعني ما يفكرون الا بها، فهي هاي النتيجه. يعني الشعب العراقي ما حد بحاله، اليوم نشوف درجه الحراره قد وسبعة والانقطاعات مستمره، يعني انقطاع يعني رهيب صراحه. يعني ذولا ما عندهم ضمير، لا عندهم ذمه، لا عندهم ضمير، ما يحملون اي ذره من الانسانيه، لانه بهذا الجو الحار يقطعون الكهرباء على الناس، زين اكو مرضى، اكو ناس يعني صراحه يعني كبار بالسن، يعني المفروض اكو ناس يعني الدوله كنت تهتم بهم، لكنه للاسف الشديد ما عندنا دوله وما عندنا ناس. هناك مشكله ايضا سيد عبد الرزاق، هي مشكله الجودة أو الكفاءة للمحطات، محطات التوليد في المحافظات العراقية. المحطات مهترئة قديمة، لا تقوم الوزارة بعمل الصيانة الكافية، لا يوجد تحديث، لا يوجد استحداث لمنظومات جديدة أو محطات جديدة، وبالتالي هو المشكلة ليست فقط بأنه يقوم بقطع متعمد للتيار الكهربائي، الفكرة أنه لا يستطيع إنتاج القدر الكافي من الكهرباء، هو يعجز عن تقديم الكهرباء إلى المواطن. ما قيمة إذن هذه المليارات التي أنفقت إن لم تكن هناك محطات كافية وكفوءة لتوليد الطاقة الكهربائية؟ أستاذ محمد، هي مو مسألة يعني المحطات نعرف بها متهالكة، لكنه يعني قلت لك أنا بالبداية قلت لك صرفوا عليه 80 مليار. نعم. أو أكثر، يعني هاي الفلوس وين راح؟ وين راحت؟ يعني مو هي هنا السؤال اللي حير، يعني 80 مليار، شوف هاي مصر ها اللي عدد سكانها اضعاف الشعب العراقي، ومبلغ يعني مو يعني اقل بهواي من هذا، يعني 3 مليارات بلوا محطات وقاموا يوزعون، عم اكو ناس عندهم فرص على بيتهم، يا اخي احنا عندنا عملاء وخونه ومرتزقه. طيب عندي نقطة سيد عبد الرزاق طرحها سيد حسان علي احد المعلقين في موقع فيسبوك على المقاطع اللي عرضناها، يقول بانه اكو شيء مو طبيعي بالموضوع، مستحيل نفس العارض اللي هو احتراق المحطات في محافظة البصرة، المقطع اللي عرضناه يقول مستحيل نفس العارض يتكرر 3 مرات متتالية، لازم المحافظ يفتح تحقيق بنفسه. بهالجزئية بالتحديد، موضوع التحقيقات اللي تفتحها او تعلن عنها الجهات الحكومية، هل يمكن حل هذه المشكلة بفتح تحقيق،
خاصة وأن القضاء فاسد مخترق مسيس عاجز، الأحزاب هي المسيطرة، هل الحل بفتح تحقيق أم هناك حل آخر من وجهة نظرك؟ أستاذ محمد بالنسبة للتحقيق هذا شلون عصور كيف الدردور يعني احنا نعرف كل زين القضاء مالتنا يعني صراحة وصل يعني درجة من الفساد يعني نعيد بعد يعني على نقول ماكو عندنا قضاء. نعم. أما الحلول هو تغيير الطبقة السياسية، أما وجود هذه الطبقة السياسية لا، الوضع نحو الأسوأ. تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، ويانا محمد من أمريكا. تفضل سيد محمد حياك الله. الو السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد عمر انت يا اخي من اجل ساعه رحم الواجهه يا الكهرباء هم حيرين يذوبون يودون ليره رحم الواجهه. نعم. محمد دمروا لي البلد ابو عمامه وابو قاسم كفيلك محمد، هم ايران سبب دمار العراق. ايران والله هذه مناسبه 88 88 لتحرير ايران فرس المجهود، عنا ما دمروا العراق ولا شيء كان لحد الان. ابو عمامه وابو قاسم رحم الوالدين ابو عقال. نعم. عمي هم دمروا للبلد، كفي لك الله عك كهرباء ماكو، زراعه ماكو. عمي تحكي على القضاء، هو ماكو قضاء رحم الوالدين. خلي يروحون على هذا الجندي الضابط على مصلي تكرر ست نفرات. عمي يا قضاء، هو قضاء كله مسيد ايراني، صفوي ايراني، رحم الوالدين. هو قضاء كله ايراني، فارسي ايراني. سيد محمد ليش نشوف اليوم البعض اللي يدافع عن هذه الأحزاب ويقول لا هذه الأحزاب الإطار التنسيقي التيار الصدري هم ذولا اللي يستحقون البقاء والحكم، ذولا اللي يجب أن نعطيهم الفرصة للمرحلة القادمة وما إلى ذلك من هذا الحديث. طيب لما نشوف هذه الإخفاقات اللي تتمثل بكارثة الكهرباء وهذا اللي هو من أحد أهم القطاعات الموجودة في العراق، لما نشوف هذه الإخفاقات هل أكو مجال لإعطاء فرصة لهذه الأحزاب مرة أخرى للحكم، خاصة وأنه هي 19 سنة من الفشل أودت بالعراق إلى الهاوية وأوصلته إلى هذه المرحلة. اليوم إحنا درجة حرارة توصل 50 وأكثر من 50 في بعض المحافظات وكهرباء ماكو، وراء إنفاق 100 مليار دولار بحسب وزارة الكهرباء، هل يعقل هذا الكلام أنه هناك من لا يزال يثق بهذه الأحزاب؟ عزيزي السلام محمد، ولا مستفادين من وراء الاحزاب الشيعيه الايرانيه مع احتراماتي للشيعه العرب. انت شيعه ايران، شيعه ايران دول جاي يحكمون العراق، هم جاي يدمرون البلد، ودول جاي يمشون وراهم جزيون تابعين ايران كفيلك الله. ما يريدون يعني شيعه العرب يجي يدمروها شيعه ايران، يجي يدمرون شيعه العرب. ايران تجي طيب. يدمر شيعه العرب، شيعه الايرانيين في العراق انت جاي يحكمون شيعة إيرانية ليس عراقية. وصلت الفكرة محمد. سيد محمد من أمريكا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. الله حياك الله، أهلا وسهلا. شكرك الله يحفظك يسلمك. تفضل يا أبو علي. الليلة استشهاد الحسين سلام الله عليه. الليلة استشهاد الحسين سلام الله عليه. نعم. على يد الطاغية يزيد بن معاوية. طيب هسا هذا الموضوع، طيب هسا هذا الموضوع شنو علاقته بموضوع حلقتنا اليوم؟ مثل ما يوم الايام ثاني هم الليله في شاب الحسين سلام الله عليه. طيب ارجع واقول لك، ارجع واسالك شنو موضوع، شنو الربط بين الموضوع اللي دا تتفضل به اللي هو قضيه دينيه تاريخيه مختلف عليها ما بين العلماء والائمه، شنو علاقتها بموضوعنا اليوم اللي بدنا نتكلم به عن الكهرباء، عن ذكرى الحرب العراقيه الايرانيه، عن المعتقلين، عن التفجيرات بأكداس العتاد، شنو الربط؟ الحرب العراقيه الايرانيه شلون؟ بالنسبه للحرب اي صدام سواها. طيب صدام اعتدى على منو؟ على ايران. طيب نعم. طيب هسه هاي قضيه هم تاريخيه، اعطيني رايك بالكهرباء. الكهرباء ان شاء الله تصير، وبالنسبه لمحمد شلون محمد اللي قاعد بامريكا خايف. طيب السيد ابو علي، سيد ابو علي بس لحظه نعم. قبل لا ترد على محمد من امريكا، الكهرباء شلون ممكن تصير؟ هاي صار لنا 19 سنه وما صارت، شلون ممكن تصير؟ ان شاء الله على الحكومه يا حكومه جديده، يا حكومه منو اللي شكلها؟
الانسان اللي طاهر تاسيسه لطاهر. طيب انا عندي سؤال لحضرتك، انه اليوم احنا لما نكون بعام 2022 ومن 2003 الى اليوم، هاي الاحزاب اللي هي الاطار التنسيقي وبقيه الاحزاب الموجوده وياها بالعمليه السياسيه صرفوا من 80 الى 100 مليار دولار بحسب وزاره الكهرباء على قطاع الكهرباء. ليش ما نحاسبهم؟ يعني هم صار لهم 20 سنه يحكمون بالعراق، نوري المالكي ودوله القانون 8 سنوات حكموا بالعراق على دورتين، عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، ذولا كلهم ضمن هاي الاحزاب ضمن الاطار التنسيقي وغيره. ليش ما نحاسبهم؟ ليش ننطيهم فرصه؟ ليش ما حققوا شيء خلال هاي السنوات؟ يا اخي يا اخي يا اخي ولا غير الشعب انتخب. طيب هسه الشعب قاطع هاي الانتخابات الاخيره؟ لا ما انقاطع. قاطع قاطع يا ابو علي. ما قاطع قاطع باعتراف لا. قاطع باعتراف السياسيين الموجودين بالحكومه. قاطع باعتراف السياسيين الموجودين بالحكومه. يعني لما يطلع اياد علاوي، هذا لا صديقي ولا صديقك، هذا شخص موجود بالعمليه السياسيه من 2003، يقول بانه 85% نسبه المقاطعه في الانتخابات. اذا هذا الكلام جايبه وفق معلومات، ما جايبه يعني نام وقعد ولقى فجاه انه هو يعتقد بان النسبه 85. هذا استند الى حقائق، استند الى ارقام. استاذ محمد، بالنسبه لاياد علاوي، بالنسبه لاياد علاوي ايش ما تنسى له؟ والله ما ادراني، والله ما ادري، والله ما طيب اخي لا طلعوا لنا كربلاء كربلاء لنا كربلاء لنا ملايين ملايين تلطم على الحسين. نعم. طيب هسه انا اشكرك يا ابو علي من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه، رغم انه احنا يعني ما خرجنا منك بجواب لسؤالنا اللي هو ليش ما تحقق شيء خلال هذه السنوات، وانت تقول بانه نتمنى ان يتحقق وان شاء الله يتحقق على ايد الاطار التنسيقي مثل ما تقول. هو نفس السؤال لا يزال قائم، ما الذي حققه الاطار التنسيقي او من ينضوي ضمن هذا الاطار مع بقيه الاحزاب التي تحكم العراق من عام 2005 تحديدا من اول انتخابات؟ ما الذي حققوه بالنسبة لقطاع الكهرباء؟ ما راح نتكلم ببقية العراق، ما راح نتكلم ببقية المشاكل، على جزئية الكهرباء فقط نتحدث. إيش قدموا؟ طيب ليش ما حد يحاسبهم على هذه المليارات التي أهدرت؟ ليش ما حد يروح يحاسب نور المالكي اللي وقع على عقد شراء المحطات التي تعمل بالغاز في حين كان بإمكانه أنه يستورد أو يتعاقد على محطات كهربائية بنوعية مختلفة ولا تعتمد على الغاز اللي اليوم دا نروح نشتريه من إيران؟ ليش ما حد حاسبه على هذا الإهدار للمال وعلى هذه الصفقات الفاشلة اللي أوصلت اليوم العراق أنه عنده منظومات كهرباء تعمل على الغاز، ويروحون يشترون الغاز من إيران ويحرقون الغاز العراقي اللي دا يطلع في محافظات وسط وجنوب العراق؟ هذا جزء من نتاج حكومات ما بعد الاحتلال اللي تنضم بها كل هذه الأحزاب، إطار تنسيقي وغيره. نكمل مشاهدينا الكرام حلقتنا، ولدينا مقاطع مختلفة أيضا ضمن هذه الحلقة، وننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الأمني وتحديدا أكداس العتاد التي تنفجر بين حين وآخر في محافظات عراقية مختلفة. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق كشفت عن قيام عناصر ميليشيا السرايا وهي الجناح المسلح للتيار الصدري في محافظة النجف باحتجاز صحفي ومنع وسائل الإعلام من تغطية انفجار في مصنع للعبوات الناسفة تابعا لها في المحافظة. قالت الجمعية الحقوقية إن عددا من مراسلي القنوات الفضائية غادروا مواقع الحادث على الفور دون أداء مهامهم بعد احتجاز الميليشيا للمصور الذي استولت على الكاميرا الخاصة به وحذفت التسجيل من أشرطة الفيديو قبل إعادتها إليه وإخلاء سبيله. وأيضا حملت الجمعية الحكومية أو الحكومة مسؤولية غياب القانون وقيام المسلحين بمنع التغطيات الصحفية دون أي تدخل من رجال الأمن. أيضا كان هناك 7 عناصر من ميليشيا السرايا قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب آخرون بينهم عدد من طواقم الدفاع المدني بانفجار مخزن للأسلحة والعتاد واقع على الطريق الحولي في محافظة النجف في مشهد يعيد للأذهان حوادث سابقة لانفجارات أودت بحياة المدنيين في السنوات السابقة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذا المقطع
الذي يظهر أمام حضراتكم هي لقطات لموقع الحادث، لحظة انفجار أكداس العتاد التابعة لميليشيا السرايا في محافظة النجف. طبعا بحسب بحث أجراه الدكتور مصطفى ناجي، قال بأنه هناك أكثر من 15 انفجارا لأكداس عتاد حدثت ما بين عامي 2016 و2019 في محافظات عراقية مختلفة. باختصار يعني أعداد كبيرة من الأسلحة، منها ما يخزن ضمن المناطق السكنية ومنها ما يخزن في مناطق نائية لكن أغلبها تتبع للميليشيات. ذكر في بحثه أن محافظة بغداد، صلاح الدين، بغداد، النجف، باب الأربيل، كربلاء، السليمانية، كربلاء، صلاح الدين، صلاح الدين، صلاح الدين، أربيل، صلاح الدين وبغداد طيلة 3 سنوات حدثت انفجارات في أكثر من 15 كدسا للعتاد، وهذه الأرقام لا تزال مستمرة والآن وصلنا إلى هذا الرقم. وهناك أيضا حوادث أخرى حدثت، منها ما قيل بأنه تم باستهداف عن طريق طائرات تابعة للكيان الصهيوني، منها ما قال ضربات أمريكية، لكن بالمختصر هي قنابل موقوتة موجودة في العراق تملكها هذه الميليشيات. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أبو همام يقول: شنو ذنب هذه الناس اللي راحت ضحية وهرع الأطفال وفزع العوائل؟ تعليق من كرار يقول: هل قد ما محصور السلاح صار عليه ضغط وانفجر؟ أم إيهاب تقول: حرب الأحزاب وتوقع برأس الناس البريئة، ولا حكومة ولا مرجعية نسمع منهم كلمة. أسعد يقول: يعني أنا متعجب، ميليشيا اللا سلام تطالب ليل نهار بحصر السلاح بيد الدولة، اتفضل هاي شنو؟ وليش خازن العتاد والصواريخ والأكداس الحربية قرب المدن؟ عجيب أمر هذه الفئة، يمشي الإجرام بدمهم. هذه ما لدينا من تعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. طيب، معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. قبل شوي أحد المتصلين يقول لك صدام حسين هو سوى الحرب على إيران. طيب، صدام حسين سوى داعش، من طبب الموصل وطبب صلاح الدين وطبب عم صدام حسين؟ طيب، إيران إيران ها؟ يعني أنا هسه لو أحكي أنت رأسه تقول لي من قبل، لا تجاوز ممنوع، لكن تجاوز ممنوع، لكن لك الحريه، لك الحريه تتكلم باللي تريده، تفضل. اللي يريده من هو يقول ايران ايران، يعني انتم لا تظلون تقولوا لايران، انت من تقول انا عراقي، يعني هسه البرلمان وغير البرلمان في هاي بالاستخاره اللي يسموها هاي الامريكيه بلاس كارت. نعم، ما تيجي تمشي هذول البرلمانيين قبل ما يبدا البرنامج مالكم، تطلع لقطات للبرلمان ناس تضرب ناس بكسات. عمي هم هذول البرلمانيين، ارجع على نظام صدام حسين، شوف الاجتماعات مع صدام حسين ويا الوزراء ويا اعضاء قياده، شوف الاحترام شنو بيناتهم. طيب، وشوف القعده شلون واهمه، يعني انت وين هاي سيد ابو عبد الله؟ شوف هذا اللي تفضل به السيد ابو علي من بغداد، سيكون هناك رد عليه بعد قليل بعمل انفوغرافيك تابع لقناة الرافدين الفضائية، ويذكر به المعلومات وما حدث. وطبعا هذا الموضوع ما يحتاج، يعني العراقيين كلهم يعرفون. لكن أستاذ العزيز، سؤال أسألك سؤال. تفضل. أقدر أسألك؟ أي نعم، تفضل يا أبو عبد الله. يعني هسه من حيطلع بالتلفزيون يمكم بالشاشة يقول لك ما بعد الـ 2003، زين قبل 2003 ايش بيه قبل 2003؟ يعني هسه هاي الاحداث، هاي الوضع المتأزم. نعم، ووضع قتل والصحفيين ينقتلون والناس ينقتل. زين قبل 2003 كان
يعني اكو كان احسن غير. طيب احنا دائما بهاي الجزئيه يا ابو عبد الله يعني دائما اذكر دائما مواطن عادي لا موظف. لا 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 انا لا موظف انا بس اسمح لي انا بهاي الجزئيه اللي تعتمد على المقارنات دائما يكون الحديث بانه حجه ذولا اللي دي يدافعون عن هذه الاحزاب انه كانوا عايشين يقولون كانوا عايشين تحت رحمه نظام قمعي دكتاتوري ما الى ذلك. طيب النظام السابق ذهب بما له وما عليه سلبيات وايجابيات بغض النظر، لكن احنا اليوم نتكلم ونحاججهم ونتحدث معهم على جزئيه انه بعد 2003 هذه الوعود اللي اعطتها هذه الاحزاب للعراقيين بعد 2003 ايش حققوا لكم؟ هذا السؤال. تفضل ابو عبد الله. استاذ العزيز زين هسه من يطلعون المتظاهرين نعم وقمع المتظاهرين وضرب المتظاهرين وقتلوا كثير وثوره تشرين هاي طلعت ماكو كم شهيد صار بيها. نعم استاذ العزيز اي كم شهيد بيها وكم جريح وكم معوق زين هاي شنو ذنبهم هذا العالم؟ هو هذا ابو بغداد اللي يقول هذا ابو علي من بغداد هذا بريء من سيدنا علي ها؟ من يقول لك والله صدام حسين اعتدى على ايران. مع احتراماتي لكم مع احتراماتي لكل طيب لان على ابو لابو ايران. طيب شكرا ابو عبد الله من صلاح الدين، وكما قلنا مشاهدينا الكرام يمنع التجاوز، ويعني هذا الموضوع غير مقبول اطلاقا ان يكون على الشاشه. نتحفظ على ما ذكر من ابو عبد الله من صلاح الدين. عندنا اتصال؟ عندنا رسائل وردت على الواتساب، الرقم طبعا موجود امام حضراتكم في اسفل الشاشه. رساله من السيد مبروك من الامارات يقول: تحيه لشخصك استاذ محمد ولكادر الرافدين الشجاع، هؤلاء رجالات الدولة الفاسدون، بدليل انهم يخرجون في العلن يتحدثون عن تحقيق مكاسب من قبل الاطار التنسيقي، لم يحققوا اي مكسب لا من الكهرباء والماء ولا من تعليم وصحه، فهذا هو الفساد. تحيه لصوت الابطال الرافدين، مبروك من الامارات، شكرا جزيلا. ويانا السيد ابو عبد الله من اربيل، تفضل يا ابو عبد الله. الو السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احييك واحيي المتابعين والمشاهدين قناتكم الوطنية. اهلا وسهلا. الله يحييك. طبعا قبل كل شيء انا بارك انتهاء الحرب العراقيه الايرانيه ب 8/8 نعم بصادف اليوم. اليوم نفس اليوم طبعا نزل سبحان الله شو بمصادفه نفس يوم استشهاد الامام الحسين عليه السلام. نعم. واقول الاخ الصور ابو علي كان مو صحيح يقول لك اعرض كربلاء. يعني ليش نعرض كربلاء؟ انتم علي ما تبكون بس قولوا لي الامام الحسين والامام ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله ما تجاوز والله لحظه لا 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 مو قضيه تجاوز. موضوع الحلقه مالتي لا موضوع اسمح لي موضوع الحلقه مالتي لا موضوع ديني. اسمح لي يا ابو عبد الله لا موضوع ديني ولا موضوع تاريخي. أنا اليوم بدنا نتكلم عن قضية تحدث الآن في العراق، ومثل ما أوقفت السيد أبو علي أيضا حضرتك أيضا أوقفك عن ذكر هذه الجزئيات اللي بها خلاف ومو ما لها مكان إطلاقا في برنامجي. اليوم احنا حديثنا عن الكهرباء، أريد رأيك عن هذا الموضوع، أكداس العتاد اللي دا تنفجر. تفضل. أصور باحة قلت رأي نعم استاذ باحة قلت رأي هاي كلها ترى يعني ايدي اذا تشتغل وتتعطل وتتخرب. نعم انا متاكد من هاي. طيب انا خليني وياك على جزئيه ذكرها السيد ابو علي من بغداد، وهي انه ان شاء الله الاطار التنسيقي يسوي لنا كهرباء. ردك على هذا الكلام شنو يا ابو عبد الله؟ ان شاء الله هم اصلا ليش يقول ان شاء الله؟ هم اصلا سووا الاول على مود سووا هم قتل جوع فقر ماي ماكو كل شيء سووا. استاذ ربك يقول العبد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والنبي محمد الله يوفقهم يسوي لهم فتره زينه. سووا. طيب شكرا ابو عبد الله من اربيل، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكره. ويانا رساله من احد المشاركين على الواتساب يقول: السلام عليكم أخي، بس على مود سجن الكفل
والله العظيم يوم السبت رحنا لهم مواجهة، لقيناهم ميتين من الحر والعطش، ايش وقت يشوفونا صورة حل؟ ترى والله العظيم تعبنا حكومتنا، شنو شغلها؟ أولادنا تعبت نفسيتهم، يعني هو حتى بالحمامات مخليلهم سبلت، يقصد على المسؤولين، هو حتى بالحمامات مخليلهم سبلت ومكيفات، والولدنا يضرب بيهم الحر. حسبي الله ونعم الوكيل، عسى الله يسوي بيهم شيء ما يقدرون يطلعون منه إن شاء الله. عسى الله إن شاء الله المظاهرات تسوينا صورة حل. معنا اتصال؟ السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل. تحياتي لك أخوي لقناة الرافدين. حياك الله يا أبو ياسين. أخي أبو هذا مقتدى، أنت جبتها من 2003 لحد الآن كلها مظاهرات ومظاهرات. وشنو كل ما يزداد الفتاة عد هو وعد نعم. هو يسوي مظاهرات، عود على أساس هو خارج خوت عنهم. وهو قال قبل سنتين. وما حد نعم قال الحكومات والاحزاب كلها بدا يعاني هو هذا انا لو سنتين قال زين انت من جهه تقول اريد القضاء على الفاسدين هو انت اول فاسد انت من 2003 لحد الان انت متبع امريكا وايران هم لصبوك انت على مود تأذي الشعب العراقي زين انت اذا تقول انا ضد امريكا وضد ايران هو دا يقول انه هاي فرصه اللي صار بال2016 كانت فرصه ذهبيه فرطنا بها وما راح نفرط بهذه الفرصه مره ثانيه اللي هي التغيير الجذري مثل ما قال اليوم. طبعا نور المالكي طلع رد عليه ورد على هذه المطالب مالته وقال بانه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكره ولا ما الى ذلك الا بانعقاد جلسه البرلمان، والجلسة اللي يطلع منها احنا كنا نمشي وراء. فاليوم كان هناك رد ايضا من نور المالكي على مقتدى الصدر، وباختصار وين تشوف الوضع بالعراق الى اين يذهب اليوم؟ اخي هاي والله هاي كلها تمثيليات بياناتهم يا محمد. هاي كلها مو قلت لك انا قبل كم يوم قلت لك هذول سمعوا راح يصير تغيير جذري مثل بيقول كلهم وهو سوى هو انتفق هو المغاليك انتفقوا كلهم دول برلمان راح يسوي مظاهرات وراح لان هم شعبها يعني عرفوا من 2023 راح يصير تغيير 2023 شوف راح يسوي راح سيد ابو مظاهرات من انا سيد ابو ياسين شنو الفكره شنو الفائده من اظهار خلاف علني ما بينهم إذا هي تمثيلية مثل ما تقول، شنو الفائدة من هذا الخلاف وإظهاره وتصوير الواقع بأنه أو تصوير الوضع بأنه أكو خلاف وأكو شرخ، إذا هم متفقين بيناتهم خلاص تمشي الأمور، هم بيدهم السلطة، بيدهم القانون، بيدهم السلاح، بيدهم الفلوس، منو يقدر يوقف قدامهم؟ غير العراقيين إذا اتحدوا طبعًا، فليش يسوون شنو استفادتهم من أن يسوون صراع تمثيلي؟ ألو وياك يا أبو ياسين اخي مو هم عرفوا ثلاث ارباع الشعب عرفهم على حقيقتهم فشي يسوون؟ راح يلفون الشعب وشنو احنا نطلب يا سيد مقتدى وهي طبعا الخطه مالته نجحت لان اكو هواي ناس اغبياء تبعوه بدون تجاوز ابو ياسين بدون تجاوز بالنهايه أخي بالنهايه اكو ناس تريد تخلص من احد الطرفين فراحت ويا الاخر يعني خلينا نحترم عقول الناس نعم حياك الله نعم انا اسف اخي بس اخي هو من 2003 لحد الان هو شنو اللي سواه للعراق؟ هو مو فلش الجوامع هو مو قتل الناس هو مو انتفق ويا العصابات مال داعش على الموصل وعلى الانبار وعلى دياله مو هو طلع هو قيس الحج علي وهذا العامري قالوا راح نضرب الموصل وراح نضرب الانبار مو طيب. هو وياهم هم متبعين ايران يا اخي هذول لو بعد يظلون 300 سنه لا يبنون ولا يصنعون ولا يبلطون دولة. شكرا ابو ياسين من بغداد انا اشكر حضرتك طبعا وصلت الفكره ويانا السيد ام عبد الله من بغداد تفضل يا ام عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله والى قناتكم الشريفه المباركه اهلا وسهلا استاذ اذا ما يسمحني اطلب من حضرتك انه اكمل فكرتي مع الاعتذار يعني استاذ انه تصور انه هاي الفتره اللي احنا عايشين بها صار لنا 19 سنه يعني تصور انه يعني على قنواتكم
تعرضون تاخر الصحه وتاخر الكهرباء وماكو كهرباء والناس ميته. يعني تتصور انه صار 19 سنه راح يحسنون كهرباء زين. هاي يعني بالنسبه للسيد مقتدى الصدر من دعا جماعته الى عمليه التغيير وقال اعتمدوا علي، نريد نشوف فد امل بسيط صغير حتى نعرف انه هو صح بيمشي. يقول السعوديه او دول الخليج قالت نعطيكم كهرباء، المفروض ينطينا كهرباء، يفتح الكهرباء ويخلي العراقيين اللي ميتين من الحر وماتوا من الجوع، او يقلل يقول يرجع الدولار اذا ما كان عليه سابقا. الميزانيه تقرر الميزانيه، الميزانيه ليش ما تقرر؟ مثل ما في زمن المالكي ما قرروا ميزانيه، كل استخدموها لشراء اسلحه، يعني هاي الاسلحه اللي موجوده بالاحزاب منين جتي ترى؟ هاي كلها نتيجه الميزانيه اللي قيس الضوء على الاعقده وعلى الاسلحه. بالاضافه الى هذا استاذ، عندنا الرواتب اللي ياخذوها الايرانيين اكثر من مليون، على اساس انه الشهداء الايرانيين ياخذون رواتب من الشعب العراقي، من ميزانيه الشعب العراقي. بشار الاسد ياخذ 220 مليار من ثروات البلد حتى يدعمون اقتصاده، حسن نصر الله الحوثيين، يعني وين هذا الشيء راح يصير؟ راح يصير تغيير يا شعب العراقي؟ ما نصور انه راح يصير تغيير. طيب. استاذ بعدين انه مصطفى الخاطري من قعد في مجلس الخليج التعاوني ترى الى شروط مجلس التعاوني، عندهم تعاون تعاون اقتصادي، تعاون حدودي، تعاون عدم تدخل الاجانب في دول الخليج. احنا قاعد الاستاذ مصطفى الكاظمي على الكرسي لا فتح كهرباء، ليش انه غير انه من وافقت وتقعد غير انه توافق طيب. على شروط المجلس التعاوني. سيدة ام عبد الله، نعم انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. دعونا ننتقل مشاهدينا الان الى ما لدينا من مواضيع اخرى في هذه الفقرة. طبعا الآن وصلنا إلى المقطع الثالث في هذه الفقرة، وهي مناشدة من امرأة عراقية لإطلاق سراح أولادها المعتقلين منذ نحو 12 عاما بتهم كيدية ساقها المخبر السري، لنستمع. ولدي 2010 يعني صار لهم 12 سنة ونص على مخبر سري. الله. قالوا لي نص ساعة ونرجعهم، أخذوهم من بيتي، قالوا لي نص ساعة ونرجعهم حجية. وهاي أخذوهم ابني ولفوا قولهم تهم على مخبر سري يوم، ما عندهم أي تهمة، أي تهمة ما عندهم، كل شيء ما مسوين، أبرياء ومظلومين. وهاي صار لهم 12 سنة بالسجن. 12 سنة ونص. أمي قدمنا على إعادة محكمة لأن ولدنا أبرياء ومظلومين، وقلنا القضاء ينصفهم لأن أبرياء، وناشدت وردت، والله يا ابني لا حد سمعني ولا حد اهتم لموضوعنا. أنا مرية كبيرة وما ظل بالعمر شي يا ابني، وأريد ولدي، هم أبرياء ومظلومين، وصار لهم 12 سنة ونص. وافقت المحكمة تسوي لهم إعادة محكمة. إعادة محكمة طلعت الموافقة بشهر 12 2021، 6/12 حددوا بعدين الموعد 6/6 المحكمة مالتهم هنا ببغداد بمحكمة الرصافة. يا أمي و6/6 جاء 6/6 ما جابوهم من صار موعد المحكمة. والله يا ابني ساومونه ساومونه، تعي حجية انطي 75 ورقة حتى نجيبهم لولدك، نجيبهم لولدك للمحكمة، ما تطين ولدك ما يجون ولا يوصلون. سريعا مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع والمقطع. أم مهدي تقول الله يساعدكم إن شاء الله تفرح أو تفرج على كل مسجون. شمس تقول العفو العام عن الأبرياء مطلب إنساني وشعبي وجماهيري. علي يقول ما أعرف شو أقول وش أعلق، بس أقول القهر دمرني، الله يكون بعونكم. وآخر تعليق لدينا من مصطفى يقول الله يصبرك أمي، الظلم ما يدوم ونهاية الظالم قريبة. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى المقطع الرابع لدينا في هذه الفقرة، وهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
ألزم مجلس القضاء الأعلى مصرف الرافدين الحكومي بدفع مبلغ 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال. هذا الموضوع جاء بعد أن أقدم المصرف مصرف الرافدين على فسخ عقد مع الشركة بحسب وثيقة للقضاء. ووجه القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي أصابع الاتهام نحو الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أنه قبل أكثر من 6 أشهر دعا مقتدى الصدر إلى التحقيق في نشاط مصارف معينة، ومن أهمها مصرف الشرق الأوسط الإسلامي المملوك للغلام، هنجي بعد شوية، قبل أن تغلق القضية بضغوط حزبية. وأضاف أن اسم الغلام عاد وظهر في قضية فساد بوابة عشتار. غلام هذا الذي أشار له الساعدي هو محمد علي غلام الأنصاري، الذي يعد واحدا من أغنى الشخصيات في العراق، وذلك من خلال 3 مصارف يمتلكها، ومتهمة بتهريب العملة وبتهريب أيضا وبتبييض الأموال، بينما وصفت النائبة حنان الفتلاوي الحادثة بأكبر صفقة فساد بعد تغريم مصرف الرافدين بمبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة بوابة عشتار، عبر فقرة ألزمت من خلالها الشركة المذكورة مصرف الرافدين بدفع مبلغ 5 ملايين دولار عن خسائر قالت إنها تكبدتها لتأخر التنفيذ. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذا الكتاب من مجلس القضاء الأعلى، فسخ العقد المرقم كذا كذا المؤرخ بتاريخ 4/3/2021، عقد إصدار وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل الإلكتروني، طرفه الأول المدير العام لمصرف الرافدين إضافة لوظيفته، والطرف الثاني هو المدير المفوض لشركة بوابة عشتار. طبعا مشاهدينا الكرام هذه الشركة كانت قد تأسست في عام 2020 في الوقت الذي لم تكن تمنح فيه الوزارة أي صلاحيات أو موافقات على تأسيس هكذا أنواع من الشركات، لكنها تأسست في ذلك التاريخ وحصلت على تراخيصها في عام 2021. هذا هو الكتاب الذي أمام حضراتكم، والمبلغ 600 مليون دولار تعويض شرط جزائي في العقد المبرم بين الطرفين، كارثة تكلف خزينة الدولة العراقية ملايين الدولارات. علي يقول: يا أخي شو كلمة ملايين الدولارات والمليارات سهلة عندهم ويستخدموها. عندنا تعليق من صلاح يقول: اتفاق مسبق بين الطرفين من أجل توقيع العقد وفسخه بعدها من أجل تقاسم الشرط الجزائي بين مسؤولين الطرفين وحاشيتهم، شكل من أشكال الفساد الجديد. حامد يقول: هاي تالي الكلاوات، ولا مؤسسة حكومية بهالحجم ما تقدر هي تعتمد، وإلا مؤسسة حكومية بهالحجم ما تقدر تعتمد على نفسها وتسوي نظام دفع إلكتروني خاص بها، ليش؟ ميسر يقول: أكثر من 500 مليون دولار بشخطة قلم، خوش درب نسوي عقد وراها أنسحب بسهولة وكل واحد يأخذ مالاته، وكان الله يحب المحسنين. طبعا القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني تحدث عن هذه الجزئية المتعلقة بفسخ العقود، وقال بأنه هناك، طبعا ليس فقط وائل عبد اللطيف، هناك شخصيات أخرى تحدثت بهذه الجزئية، قال بأن هناك عملية تتمثل باتفاق العراق، الدولة العراقية مع أطراف دولية، شركات دولية وما إلى ذلك، تتفق معهم على إبرام عقد معين أو صفقة معينة، بعد ذلك في اليوم التالي أو يوم آخر يقوم العراق أو طرف من العراق من الحكومة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، مما يؤدي إلى دفع العراق شرطا جزائيا على فسخه للعقد، لكن أيضا يكون هناك مكافأة لتوقيع العقد ما بين الطرفين، وتكون هناك حصة لمن وقع ولمن فسخ العقد ما بينه وما بين هذه الشركة أو تلك الدولة، وبالتالي هناك أموال تدخل إلى جيوب الفاسدين مثل ما قال أحد الأشخاص بجرد قلم. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى ما لدينا من فقرات أيضا. الآن فقرة الإنفوغرافيك. تمر اليوم الذكرى 34 لانتهاء الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات، وكانت شرارة الحرب
شرارة الحرب قد بدأت في الرابع من أيلول عام 1980 عندما قصفت إيران المخافر الحدودية والمدن العراقية قبل أن يضطر خميني للقبول بالقرار الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في الحرب ما بين البلدين. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذه المناسبة في هذا الانفوغرافيك لنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.